بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده أول فيديوهات معركة المراجعة. الجزئية دي هيكون فيها أسئلة تراكمية وأسئلة من المنهج، ولكن بفكرة عالية شوية. كل جملة أو كل ورقة هيكون معانا فيها 30 جملة هنحلهم مع بعض في فيديو. الورقة دي بتكون نزلت على جروب التليجرام الخاص بالمحتوى الخاص، يعني قبلها بيوم. زي ما أنت فاهم كده، إحنا ماشيين بشكل بحيث إن إحنا نراجع القديم والجديد، وبنمشي بما يرضي الله كده بشكل محترم. طبعا زي ما انا قلت لك كده، كل جمله بتحمل فكره، لو ترجمت هتحل الكل صح. بلاش تحل بالحب وبلاش تهبد يا ابني، الله يبارك لك. اول سؤال: I have strong knot to my dog. الاول كده attach يعني يرفق، و attached يعني معناها مرتبط بي او مرفق، و attachment دي احفظها بمعنيين، عايزك تعرفها كده بمعنيين. اكتبها هنا كده على نفس الكلمه عشان ما اطلعش بعيد. عايزك تعرف ان كلمه attachment دي لها معنيين. معناها الاول كده مرفق، رقم اتنين معناها ارتباط عاطفي. فانت بتقول لي انا عندي سترونج اتاتشمنت، عندي ارتباط قوي جدا بالكلب بتاعي، بحبه. في الجمله الثانيه: سام سنت مي ا فوتو اذ ان ايميل. سام بعت لي الصوره كمرفق بالايميل، يبقى اتاتشمنت هنا معناها مرفق، لكن في الجمله الاولانيه معناها ارتباط. ذا لايت از كونكتد كده. طبعا عايزك تفهم برضو موضوع كونكتد ده ليه، يعني كلمتين اتنين كده عايزك تخلص منهم. اول واحده كده كونكتد تو وكونكتد ويز، ايه الفرق بين الاثنين؟ هقول لك انا. لو قلنا connected to، فدي معناها متصل ب. طب لو connected with عذرا لحظة بس كده، connected with دي معناها له علاقة ب. فامبارح كان في جريمة، وبقول لك ان عمر connected with the crime، له العلاقة بالجريمة. My mobile is connected to the internet، يعني متصل بالانترنت. لاحظ ان connected to يعني حاجتين متوصلين ببعض، لكن connected with يعني ليه علاقه بحاجه معينه. وده اللي هيوصله او هيوضحه الجمله الاولانيه اللي بيقول لك فيها: النور is connected not the timer. النور متوصل بالمؤقت او بالمؤقت يعني بالتايمر، يبقى to. There are many crimes، في كثير من الجرائم اللي ليها علاقه بالمتصله بالدراجز، يبقى connected with دي معناها لها علاقه بيه، لكن ده متوصل جهازين ببعض. We should not money، عشان نجمع فلوس الراجل قال لك كانت choose to. كلمة يجمع يعني raise ومعناها collect، وتعبنا من كتر ما قلنا دي. It's not for the bride. It's لازم بعدها يكون في صفة، عايزك تعود نفسك كده ان it's عايزين صفة. Customs دي noun بمعنى الجمارك او العادات. Customary دي adjective معناها معتاد، وtradition دي noun بمعنى عادة. طيب كلمة the custom of يعني عادة، وtraditional معناها تقليدي، عبارة عن adjective. فانت ممكن تقول it is the custom of the bride وتكمل، او it is، خد بالك انا قلت لك it is the custom of وتكمل من غير for، يعني بما ان في for فمش هينفع ناخد دي. طب احنا عايزين اجابتين يا باشا، قال لك choose to، فانت هتقول it is customary الصفه الاولانيه، و it is traditional الصفه الثانيه. يبقى احتمالات الجمله دي رقم واحد: it is the custom of the bride to wear كذا وهنشيل for، او it is customary for ونكمل، او it is traditional ونكمل. طيب اللي بعدها بيقول لك زي نوت اوف نيمينج، يعني عايز اقول لك عاده. عاده يعني كاستم معناها عاده، وتراديشن برضو كانت تنفع مش موجوده. طيب ليه ما نقولش كاستمز بمعنى عادات يا مستر؟ ما عشان قال لك هنا اوف نيمينج وومن افتر فلاور از، يعني بيتكلم على حاجه مفرد، دي جمع. كاستم يعني عاده، ودي اسم، لكن كاستمري معتاد، ودي صفه. 8 برايت كولرز ار ان فاشن. ايه يعني ايه ان فاشن؟ طبعا انت اكيد يا عم الجميل عارف كويس جدا ومسجل عندك ان in fashion، اكتب لك دي in fashion، دي معناها في الموضة، دي بتساوي كلمة fashionable اللي معناها على الموضة، يعني in fashion او fashionable، بس خد بالك fashionable مفيش معها in. فانت بناء على ذلك قلت لي are in fashion nowadays، يعني هم اللي في الموضة اللي من دول او الموضة السايرة. the new story established علي، establish شخص as شيء، ركز في دي ودي حتة مهمة. established المفعول as، عايز اقول لك ان الماتش ده رسخ محمد صلاح كلاعب عالمي، يبقى established محمد صلاح as a world او international player. the new treatment العلاج الجديد was not by دكتور فلان. done do ما ينفعش نقول do treatment، الفكرة هنا بتاعت الجملة دي was pioneered. pioneer معناها يعني كان رائده، يعني كان رائده. يبقى خد بالك انت بتقول مع treatment بتقول develop treatment او كده، لكن انت في الجمله بتقول the new treatment العلاج الجديد was pioneered، يعني كان رائده، يعني اول واحد سبق فيه كان دكتور علي.
لما تقول مثلا كرة القدم دي بيقودها صلاح يبقى is pioneered by صلاح. It's a set of instructions. الجملة دي غريبة شوية في سياقها، بقول لك هو مجموعة من الأوامر اللي بنديها للكمبيوتر عشان نعمل حاجة معينة. ده كلمة روتين. روتين دي ليها معنيين، معناها الروتين اليوم اللي بنعمله كل يوم، ومعناها الأكواد اللي بندخلها على البرنامج عشان يعمل حاجات معينة. يبقى روتين أكواد الكمبيوتر ومعناها الروتين. طيب ليه ما نقولش اوردرز يا عم؟ ما احنا ممكن نقول اوردرز الأوامر هي كذا. أيوة، ما ازاي هتقولي اوردرز؟ ازاي يا عم هتقولي اوردرز الجمع كده وانت مديني هنا از؟ عارف لو كان قال لك ار كنا خدنا اوردرز. This program is not useful. البرنامج ده ما عادش ليه أي 60 لازمة. أنت المفروض تعمل إيه بقى في البرنامج اللي ملوش لازمة؟ يو اي ويل ديسيبل. ديسيبل دي معناها يوقف عمل، يعني يعيق البرنامج. طيب امال ايه انستول؟ انستول يعني انت تركب تشغل البرنامج، لكن ديسيبل يعني يعيق او يوقف البرنامج. فلما يكون عندك على الكمبيوتر حاجه مش مريحه فيه بالنسبه لك فانت تعملها ديسيبل، يعني ايقاف او اعاقه. هنا هات سم ريفيجن تو كذا. هنا بقى في دي في 12 عايزك تركز في الكلمتين دول عشان هم مهمين. ايه الفرق بين انك تقول دو ريفيجن؟ شرحناها قبل كده على فكره. وبانك تقول ميك ريفيجن. الفرق بينهم كالتالي، ان ميك ريفيجن دي يعني يعمل مراجعه بهدف التعديل، لكن دو ريفيجن يعني يراجع للامتحان، يراجع للامتحان. طيب يعني مش فاهم برضو ايه اللي حصل. حضرتك لما تكون عندك امتحان فانت بتراجع كتاب العربي، يعني بتذاكره. لكن لما يكون في تقرير مثلا، في ريبورت، يعني في تقرير، فانت بتعمل مراجعة عشان تشيل منه نقاط وتكتب فيه نقاط وهكذا. طيب انت في الجملة بقى بيقول لي هنا هات سم ريفيجن بعد المراجعة تو ذا ريبورت، للتقرير قبل ما يطبعه. يعني معنى كده كان في كلام زيادة هو شاله، كلام معرفش ايه، يعني معنى كده ان انت عايز ميك ريفيجن. طب يو شود ورك تو ا ورك تو ا بلان، يعني يعمل وفقا لخطة. احفظ المصطلح ده. يور اكزام از نيكست مانث، امتحانك يا ابني الشهر الجاي، يجب عليك انك تقوم بعمل مراجعة للامتحان، يبقى دو ريفيجن. بعدك تركز كده معايا انك انت قلت لي دو ريفيجن يعني يعمل مراجعه للامتحان، اسمها دو ريفيجن يعني يعمل مراجعه للامتحان، لكن ميك ريفيجن عشان ده ريبورت تقرير. طيب الجمله اللي بعدها ماي سيستر از نوت ايس كريم، تشوز تو انسرز، اختار الاجابتين. ايس كريم ده اسم يا مستر، حلو. يوز تو عايزها بعدها الفعل في المصدر، يوز تو والاز، يوز تو لازم بنام في ام واز وار، يوز تو عايزين اي ان جي، فكده طلعت من اللعبه. is accustomed to ice cream و is accustomed to eating ice cream، يبقى دي تنفع. طب is used to eating او تنفع. طب is getting used to ice cream او تنفع. طيب ينفع نقول is good؟ لا. يبقى انت كده قدامك كام اختيار، تعالى نأكد بس عليهم كده. is accustomed to والايس كريم، is used to eating ice cream، is getting used to ice cream، يبقى انت عندك ثلاثة. يبقى انت كده المفروض كنت قلت لك تشوز 3. ركز معايا ايه اللي حصل. يوزد تو عايزه مصدر، از يوزد تو اي ان جي المفروض وده مصدر، از اكاستمد تو يعني بقت معتاده على الايس كريم مظبوطه، از يوزد تو ايتنج بقت معتاده على اكل ايس كريم مظبوطه. طيب از جيتنج يوزد تو والاسم يبقى برده مظبوطه. طيب انت كده عندك ثلاثة صح. طب زي ار نوت، زي ار نوت اون ليفينج ايرلي. هنا بقى عايزك تفهم موضوع انسيست دي. انسيست عشان نعمل عليها اكتر من سؤال، insist on والفعل مضاف له ing وinsist that وبعدين جملة كاملة. طيب ايه الفرق يا مستر بين انك تقول I insist I او she insisted that I help her او she insisted that I left early مثلا؟ خليني نكتب الاثنين بنفس السياق عشان يبقى الموضوع كده ايه يعني اوضح ما يكون. I leave early. ركز معايا كده الحتة الاولانية، لو انت قلت لي she insisted that I leave early يعني اصرت ان اغادر مبكرا، يعني عايزاني اروح مبكرا، يعني عايزاني اروح مبكرا. طب insisted that I left يعني مصممة انني غادرت، يعني كانك بتقول بتتهمني انني غادرت. طبعا انسيست اون اي ان جي، وفي انسيست زي ما قلنا اون خلاص خلصناها دي. طب تيجي نشوف كده الراجل عايز يقول ايه في الجمله. بيقول لك زي ار نوت، طبعا زي ار انت عايز بعد الفيرب تو بي صفه، يبقى زي ار انسيستنت، ودي كانت جمله في اول امتحان ازهر او في اول جمله في امتحان ازهر من سنتين ثلاثه كده مش فاكر سنه كام. زي ار انسيستنت يعني مصممين اون ليفينج ايرلي. طب شي اكيوزد مي، بتتهمني ان انا خدت الموبايل بتاعها، يعني معنى كده ان هي مصممة اني انا
أخذت، خد بالك هي مصممة أنني أخذت الموبايل، يعني أنت عايز ماضي. طب في الجملة ديت she wants me، هي عايزاني، ركز في الحتة دي كده، هي عايزاني أخذ القطة بتاعتها، ده معناها إن هي مصممة أن آخذ مضارع يعني كده، يبقى said I take. خد بالك دي ودي اللعبة دي مهمة جدا، يبقى هي اتهمتني إن أنا أخذت العربية، يعني معنى كده مصممة إن أنا أخذتها. طب دي هي تريدني أن آخذ القطة، يعني هي مصممة تريدني أن آخذها. Yesterday she insisted on ING وذات جملة on leaving that she left that she leave. أترجم بقى، بالأمس هي صممت على المغادرة ولا صممت إنها تغادر مبكرا، يبقى ناخد رقم 3. يبقى أنت كده عندك الأولى صح والثالثة صح. طب إمتى ناخد insist that she left؟ لو أنت بتتهم حد ومصمم إن هو مشي فعلا وهو بيكذب بيقول لك ما مشيتش. My brother is in his twenties. His twenties ده مصطلح معناه في عشرينات عمره، يعني او في العشرينات من عمره، 70s 80 ايا كان، يعني كده عدد ترتيبي. My brother is older not 2 years. Elder by 2 years يعني بفارق سنتين. دايما كلمه باي دي عايزه تعرفها ان معناها بفارق. انت في الجمله بقى بتقول لي هنا ان اخويا اكبر مني بفارق سنتين، يبقى باي دي خليني اكتبها لك، باي معناها بفارق، فعشان كده خدنا باي، اخويا اكبر مني بسنتين. لكن هنا my brother is the elder of two، يعني الاكبر من بين الاثنين. تاني كده 22 اخويا elder اكبر. بص انت بتقول اخويا بيكون ايه، اكبر بفارق سنتين، لكن الاكبر من بين الاثنين. I live in a not in Cairo. انا عايش فين في القاهرة؟ بص يا سيدي انت عارفك لما يكون في او ان فانت بتجيب بعدها صفة وبعدين اسم، حلو، هتقول لي a two story building. الاجابة الاولانية دي مظبوطة وزي الفل. ليه مظبوطة؟ ما عشان a تو ستوري دي صفه وبيلدينج اسم. طب يا مستر ما هو ده تو، المفروض نقول ستوريز. لا ما هو الايه دي لازم يكون بعدها صفه وبعدين اسم، دي صفه ما تنجمعش. وكذلك الامر اي ليف ان تو ستوريز بيلدينج، المفروض كان عايز ابوستروفي عشان تبقى برضو اسم ملكيه، فبرضو باظت. يبقى الاجابه كده الاولانيه هي الصح، يبقى تو ستوري بيلدينج. طب اي توك مي، الموضوع استغرق مني ايه؟ تو كومبليت اونلي 7 دايز، فقط 7 ايام. يبقى الموضوع استغرق مني ايه؟ بص بقى الحته بتاعه التايم دي محتاجه افهمها لك. انت ممكن تقول 3 دايز تايم 1 داي تايم، معناها ايه ديت؟ الاولانيه دي معناها مده زمنيه او يعني فتره زمنيه مقدارها 3 ايام، ودي فتره زمنيه مقدارها يوم واحد. قال لك لما يكون العدد مفرد فانت تعمل ابوستروفي اس عادي، طب لما عدد جمع ويعني اخره اس فتعمل ابوستروفي بس، بس ده فقط في وجود كلمه تايم. تاني كده على سبيل المثال انت عايز تقول ان ان الكتاب خد مني 3 ايام، يبقى هتقول ذا بوك، ذا بوك توك 3 دايز وتسكت على كده، الكتاب استغرق 3 ايام، او 3 دايز كده وابوستروف وبعدين تايم. يعني معنى كده انك انت حضرتك خدت كلمه تايم دي وعملت لها ابوستروف هنا، تشيل اس تشيل ابوستروف وتشيل ابوستروف وتشيل تايم وتبقى 3 دايز. انا عايز تفهم نفس اللي حصل هنا في القصه بتاعتنا في الجمله دي، بقول لك هنا ايه، التوك مي الموضوع استغرق مني 3 ايام او سوري اسبوع، يبقى ا ويك تايم. لا ما هو مادام الا سوري او بدايه خليني اقول لك بشكل اوضح، مادام كلمه تايم موجوده فلازم فيه هنا ابوستروفي، واذا بما ان دي ا فالمفروض كنا عملنا ابوستروفي اس وده مش موجود. طيب الا وابوستروفي اس تايم يبقى كده دي المظبوطه. طب الثانيه ا وبعدين ويك وبعدين ابوستروفي اس تايم، ما هي دي نفس القصه دي، يبقى دي غلط يعني او دي مكرره. طب ا تو ويكس تايم، لا دي غلط. ليه بقى؟ ما هو عشان ا المفروض اقول تو وبعدين ويكس الجمع كده وبعدين ابوستروفي وفي الاخر اكتب له التايم عشان تبقى صح، يعني دي كده برضه غلط باظت. طب هنا ا تو ا ويك وبعدين ابوستروفي اس تايم، ودي برضه ا ويك ابوستروفي اس تايم، هما الاثنين زي بعض، اذا الاجابه الصح هي دي. اقول تاني انت ما ينفعش تفكر في ابوستروفي اس في وجود الا الا مع كلمه تايم. طب اي نوت تو دايز ريدنج يور بوك، والله اصلا انت فعلا مضاف له اي ان جي وانت عارف ان سبند بعدها بيكون فعلا مضاف له اي ان جي. طب انا ايه يومين لكي اقرا الكتاب اللي بيكون معاها تو هي تيك، يبقى سبند تايم اي ان جي او تيك تايم اي ان جي. طب يور نوت كتابك، ينفع اقول لك كتابك قضى؟ لا كتابك اخذ يومين لكي اقراه، يبقى توك اكيد مباشره من غير ما نفكر.
we are two brothers، احنا اتنين اخوات. one of us، واحد مننا بيكون دكتور، يبقى is. one of my sisters not، واحدة من اخواتي. انت عارف ان بعد one of بيكون في اسم جمع وبيكون في فعل مفرد، فانت هتقول one of my sisters has. خلصنا كده 30 جملة، اسأل الله ان انا اكون وفقت في توضيحهم ببساطة وبسهولة، وحاولت اجري عشان ما يكونش الفيديو اطول من اللازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما امشي ما تنساش ان ده فيديو اول في سلسلة المراجعة اللي هتنزل بشكل مستمر. في ورق هينزل النهاردة على الجروب، لو انت يعني بتسمع الفيديو ده وما شفتش الورق، فالورق ده موجود على الجروب، عبارة عن 150 جملة على الوحدة الاولى. ال 150 جملة دول انا مش هعملهم في فيديو، انا هنزلهم وبعدين انزلهم مجابين وهعلق على الجمل المطلوبة، ولو انت في جملة مش فاهمها اكتبها لي. اللي انا في حلتهم ال 30 جملة دول، لو فيهم جملة مش فاهمها برضو اكتب لي الرقم في الجروب وانا معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.